buenas a todos. Un placer tenerlos aquí, asistentes, actores, celebrando la apertura de la Feria Inmobiliaria de Cáncer de 2022. Lleno de alegría, convivencia, interculturalidad. Nos complace tener aquí nuestros super invitados. الحمد لله افتتحنا المعرض اللي غادي يستمر لمده 5 ايام من 26 حتى 30 ان شاء الله من هذا الشهر ديال يوليو. بعد احد الركود الاقتصادي لمدام سنتين بسبب كورونا، ارتئينا اننا هاد السنه هذه ما بقاوش نفكروا في داك كورونا، ما بقاوش، واخا هي مازال لابد نبقاو نحاولوا نحترزوا، ولكن لابد نخرجوا للحياه الاقتصاديه ديالنا، لان ما يمكنش نبقى هكذاك. الفكره ديال المعرض الدولي للعقار في نسخته الاولى، اننا الى جينا نشوفوا المغرب مقسم حسب المعارض. كاين مثلا معرض ديال مكناس للفلاحه اللي هو معرض اصبح كتكلم عليه العالم كامل، هناك معرض مراكش ديال الطيران، معرض الخيول ديال الوجوه الجديده، معرض ديال الكتاب الدار البيضاء، فلما لا طنجة ما تخصش في معرض العقار اللي يولي واحد يوصل للوطنيه ولما لا الدوليه، يولي واحد اون بلاك تورنونت ديال المعارض العقاريه في العالم. كنا نطمحوا الحمد لله، الفريق اللي كيشتغل فيه شباب واللي كنشكرهم بزاف. انا الشركاء حنا كنا في هاد الفكره هذه، وبدات بحلم ثم الحمد لله اصبحت حقيقه. فالمعرض ديالنا بغيناه ما يكونش فقط غير لعرض المنتوج العقاري، بل حتى ليزاكسيسوار العقاري ديال العقار، كمثلا الطاقه المتجدده، ك الان هناك واحد العارض ديال لي فولي ديال الشراجم بواحد التقنيه جديده اللي كتحافظ على الطاقه. هناك حاولنا نجيبوا بزاف ديال الجديد في هذا المعرض هذا، باش الزائرين يجيو كل واحد يجبر الضله ديالو، بغى يشري عقار موجود، بغى يشوف لي زاكسيسوار ديال الشقه ديالو كاين موجود. والفكره كانت ديال اللي حطيناها العنوان ديال المعرض هو لو باتريمون، لاننا بالموازاه مع المعرض ديال العقار عملنا طيله هذه الايام هذه ورشات وموائد مستديره اللي خلينا لها واحد برنامج جامع شامل، والحمد لله اللي كيأطروا هاد الموائد المستديره ولي سيمينار هما واحد طاقه كفئه جدا من الدكاتره في المستوى الوطني كامل كذلك المحلي، وبحيث كان حمدنا الله ان النهار الاولاني اليوم اللي كان افتتاح في الصباح كانت واحد الاقبال كبير بزاف، لانها كترجع باننا متعطشين للثقافه وكذلك متعطشين للحفاظ على لو باتريمون ديالنا. سميك فرنسي كيقولوا لو سوري سور لو غاتو، اننا جبنا جوج الحاجات. الحاجه الاولى ان جبنا الهيئات ديال المهندسين المعماريين والهيئات ديال المهندسين الطوبوغرافيين والهيئه ديال الموثقين، باش الزائرين اللي يجي بقى عنده استفسار غادي يجبرهم. كاين الموثق كل ما هو قانوني، طوبوغرافي كل ما هو تحفيظ وهندسه، والمعماري كل ما يخص التصاميم المعماريه. بغى ياخذ يشري الشقه ديالو عند من ياخذ النصح ولا الى شي حد عنده مشاكل قبل، اما عنده كل مجموعين عنده في عود ميدور الادارات هما موجودين عنده، جبناهم له حتى هنايا وكنشكرهم هذا المنبر، كنشكرهم جزيل الشكر انهم قبلوا يجوا يشاركوا معنا. واكثر من ذلك غادي يعملوا واحد المداومه لا بيرمانونس يوميا صباحا مساء. ثم ان جبنا جوج الاذاعات اللي هما غادي يكونوا معنا كيواكبوا يوميا، واللي غنخص بالذكر خصوصا
راديو سلام اللي هي إذاعة مغربية بالخارج، اللي هي واحد الإذاعة كتبوت المغاربة المقيمين بالخارج، اللي غادي تكون كتعطيهم، لأن كايلي ما جاش، لأن عندها المستمعين ديالها، وكتنقل لهم الأخبار وكل ما يدور الآن في المعرض وكذلك في مدينة طنجة. كل الشكر وكل التقدير للصحافة المحلية والوطنية والدولية اللي خدات على العاتق ديالها أنها تكون لنا سند في هذا المعرض طنجة الدولي للعقار في النسخة ديال الأولى، لأن السند ديال الجسم الصحفي هو السند الحقيقي لإبلاغ الصوت ديال أي مستثمر، أي فاعل جمعوي، أي منسق، إلا وأن هذا الجسم الصحفي كيكون هو الفاعل الحقيقي لأداء واحد الدور ديال التعريف. معرض طنجة الدولي للعقار في نسخته الأولى يشتمل على 60 شركة ما بين وطنية ومحلية ودولية، يشتمل على عدد من المستثمرين المغاربة والأجانب، يشتمل على فاعلين اجتماعيين واقتصاديين، طاقة متجددة، طاقة صديقة للبيئة، طاقة اللي هي المستقبل المثمر للإنسانية جمعاء. كل الشكر وكل التقدير.